11 بعد ديال دقائق على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. مازال لقاء مازال التواصل كيجمعنا بكم مستمعنا, وغادي نمشيو مباشره عند المستمعه ملاك من الدار البيضاء ونتعرفوا على الاقتراحات اللي غادي توجدنا اليوم, واكيد ان شاء الله غنبقاو في تواصل معها خلال اسبوع بالكامل والمزيد من الشيوات ومن الاقتراحات. الو ملاك. الو سناء, صباح الخير اختي. الحمد لله, كتصبحتي لاباس؟ صافا الله يطول لي عمرك. تحياتي ليك وجميع فريق العمل. مرحبا بسلامك. شكرا. عندي واحد السلام. اييه سلام امانه. كتسلم عليك بزاف. اييه مرحبا بسلامها. الله يطول لي عمرك. لا لا نبداو على بركه الله. تفضلي ان شاء الله. اليوم غادي نعطيكم واحد الاكله ديال المطاعم من صنع منزلي. واخا. ويتبعوا معي الاخوات لانها زوينه بزاف. الوغ ديك الدجاج اللي كنقولوا الدجاج مقرمش. ولكن طريقه مختلفه ومغايره. واخا. الوغ غادي تهزوا الدجاجه. بيان سو بعد ما كيتغسل مزيان وداك الشيء كنهزوا الفخاد كنقطعوه على جوج والصدر على جوج وكنحيدوا ديك الجناوح كنخليهم هذوك ومن بعد نعطيكم لا غوسيت بوحدها هكا. إيه. الوغ في الجبانيه كندير واحد البصله محكوكه يعني غابي في غابي محكوكه بالماء ديالها بكل شيء. واخا. كنديروا معاها نص كاس ديال الخل. نص كاس ديال الخل. كنديروا ورقه الرند مفرتين. ايه ورقه سيدي موسى يعني مفرتين. كنديروا واحد المعلقه ديال الزعتر محكوك. ايه. شويه ديال العطريه الدجاج في ماء. شويه الهريسه غير شويه غير واحد نص المعلقه. كتهزي ديك طرف الدجاج كتلق هادو ضروري رقدوهم ليله كلها لان غيطيبوا لنا غير بديك الماء البصل مع ديك الخل وداك الشيء نخليهم ليله كلها. قلتي لنا في ديك الشرمول اللي غترقد ليله كامله داك الدجاج بصله محكوكه بالماء ديالها ونص كاس ديال الخل وورقه ديال الموسى مقطعه طريفات صغار ياك مفرتين فوالا مقطعه ومعلقه ديال الزعتر محكوك وشويه ديال العطريه ديال الدجاج فومي وشويه ديال الهريسه فوالا كنرقد الدجاج وكنخليه ليله كلها هذا ضروري. في الصباح كنهز ديك الدجاج كنصفيه وكنحتفظ بالماغينات. ديك الماء اللي غيطلق الدجاج مع داك الشيء ديال البصله مع هذا كله كنحتفظ به داكوغ. غادي نمشي لواحد الزلافه غندير فيها الطحين نخلطو مع الزعتر محكوك. ايه. ثومه محكوكه عفوا ثومه غبره. ثومه غبره. ايه. البصله غبره. ايه. الملحه واحد شويه ديال الابزار البيض. شويه السودانيه غبره. واحد القريصه ديال الكوري اللي عنده اللي ما عندوش بلاش ما كيهمش هذيك لا كول داكوغ. السر هو في الطحين. ايه. هذا الشيء في الطحين كنخلطو هذا هو اللي غادي ما غنديرو لا شابلور لا بيض لا والو داكوغ. ايه. الوغ غادي نهزو ديك الدجاج هذا هو السر في هذا الشيء ان غتهزي ديك الدجاج غتمرمديه في الطحين غترجعيه لديك الماء ديال الماغينات عاود تغمسيه في ديك الماء اللي صفينا. ايه. وترجعيه للطحين. ومن بعد الماء ديال الماغينات. ومباشره في المقله ما يخافوش يقول لك لا الماء غادي يطرطق الدجاج ولا الزيت ولا شي حاجه. يعني نعاودوها جوج المرات. يعني طحين شرموله ونعاود نرجعوه. لا لا صديق غير الماء ديك الماء ديك الماء يعني صفيناه من ديك الورقه سيدي موسى مع ديك الزعتر اللي ديك العصاره. هي ديك العصاره فوالا. الوغ كنديروا الطحين هو الاول. كنتبعوه بالماغيناد ومن بعد الطحين ومن بعد الماغيناد ومباشره في المقله ديال الزيت. كيجي رائع وكيجي كريسبي النيس بحال داك الشيء اللي مقرمش مزيان اللي توجدوا الامهات وليداتهم مصايبين في الدار. غنديروا لاصوص المرافق لان ما يمكنناش ناخذوا هكاك. غنديروا ثلاثه المعالق ديال المايونيز. معلقه صغيره ديال الموطارد. معلقه صغيره ديال الخل. صافا جوج معالق ديال لي كورنيشون محكوك. ايه. غابي محكوك في ديك المحكه الرقيقه هذا ديال الكوزه ولا شي حاجه المهم كيجي رقيق بزاف. واحد ان بانسي دو سال ديال عفوا سنيده. ديال سنيده. ضروري. زائد بصله ديك البصل المخلل هذاك اللي هذيك حتى هي وحده مشلضه فين تخي فين وكتخلطي هاد لاصوص مزيان. كديري هاد الدجاج في الوسط في الجبانيه كتعملي هاد لاصوص كتقدميه مع لي فخيت. فعلا كتجي لذيذه هاد لاصوص مع هاد الاقتراح هذاك. الوغ غادي ندوز واحد الطبق ديال الا بغاو يديروه في راس السنه بوركوا با. طبق ديال الفيلي. ايه. داكا. انا غادي نهزو شرائح ديال الفيلي يكون شويه غلاط لان الفيلي اصلا رطب ما يجيش رقيق خصنا شويه غلاط. غندير بيان سو خصنا شويه ديال الزبده اللي غنطيبو فيها. غناخدو واحد نص سيترو ديال عصير البرتقال. داكوغ. الوغ لاكومبانيمون غادي نديرو شويه ديال لي زونديف. شويه ديال لي شو دو بروكسل. شويه ديال الخيزو. واخا.
اخرى. داكوغ، نديرو الثومه بيان سور مليحه، ليبزر، معلقه ديال سنيده. داكوغ، ندوزو للطريقه. هي تفضلي. اولا غنهزو ديك عصير ديال البرتقال اللي عطيتكم، غنديروه فوق البوطه وغنخليوه تيرجع منه غير النص. غادي نحتفظوا به واحد ولا دو كوتي. داكوغ، غتخليه على عافيه مهيله ضروري، كتنقصي العافيه وكتخليه باش كنحصلوا على المركز ديال العصير. هذا غادي نديروا به لاصوص في الاخر. داكوغ، غادي نمشيو للمقله، غنديروا فيها شويه ديال الزبده. غادي نلوحو ديك لي زونديف، غادي نقسمهم على جوج، غنقطعوهم هكا دي لاميل، ماشي زعما غير عادي لونديف، كنقسموها على جوج بعد بحال اللي كنشلطو البصله، ولكن هو ماشي مشلط، كيجي طويل. كيجي طويل فعلا، انا المشكل ديالو طويل. اكزاكتوم، غادي نديرو زبيده في المقله، وغادي نلوحو ديك لي زونديف، وغنرشو عليهم الملحه، لي بزر، واحد قريصه ديال سنيده. علاش ديك سنيده؟ لان لي زونديف شويه مر. باش كنقادو الذوق. الذوق فعلا. كنخليه دوك ما خصوش يطيب على اللسان بزاف، يعني يبقى كروكون كما تنقولوا. كنخليه دو كوتي. غنهز ديك لي شو دي بروكسل، غادي نسلقهم في الماء كما قلت لكم ديك المره، يعني كندير الماء بكثره، كنخليه تيغلي، تنلح الملح، وكنلح ديك لي شو دي بروكسل، وما كنطيبوهمش حتى هما بزاف، باش يبقاو لنا كروكون، تبقى حتى ديك اللون ديالهم. ومن بعد تكون عندي واحد الجبانيه فيها دي كلاصون مع الماء، وكنصفيهم وكنخليهم دو كوتي. من سخون الماء بارد، باش كيبقى محافظ على اللون. باش كيبقى محافظ على اللون حتى على الذوق، يعني حتى ملي كيطيب بزاف ما تيبقى فيه حتى شي ذوق. نعمل خيزو بنفس الشيء، اللي بغى يقطع عنده شي شكل يقطع، يحاول يقطع، لان العين تتاكل قبل، يعني يقطع سيفلي ولا شي حاجه، المهم ديروا ليه. داكوغ؟ دابا غادي ندوزو الفيلي. هذا الطبق المرافق. غندوزو الفيلي، غادي نهزو الزبده، وغادي نلوحو ديك 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 الشرائح ديال الفيلي، وغنحمرهم من جوج جهات، والعافيه تكون مجهده. علاش؟ باش ما يطلقناش الماء ديالو. العافيه تكون تخي فواغ، ومن بعد كنهزهم وكندخلهم للفران غير واحد شويه، ماشي بزاف. دابا غندوزو سميتو لاصوص. الوغ لي زونديف لا تقريبا مازال سي بون. واخا. من بعد غادي نهزو لاصوص، الوغ غادي نخرجو ديك الفيلي، كنصفيه من ديك المرق، كنهز كفرونه بعدا. كنهز المقله، كندير ديك الماء اللي بقى لي ديال الفيلي. اي ديك العصا اللي خرجت من داك اللحم في الفران. كنزيد عليها واحد المعلقه ديال الطحين. وكنزيد عليها واحد زلافه ديال مرق اللحم. بون، انا لو جي دو فو كنعملو في الدار، بغيت نعطيكم الطريقه. الطريقه ديك العظام اللي تنحرقوهم في الدار، ومن بعد تنديرو ترشو عليهم هذاك الطحين، ومن بعد ديك لو بوكي كرافاس وداك الشيء والماء، وكنخليهم يطيبو واحد 4 سوايع. هذا لو جي دو فو مهم، والا ما كانش يديروا مكعب ديال المرق ديال اللحم. وكتخلي كتغلي هاد لاصوص مع ديك المعلقه ديال اللي درنا ديال الزبده. كتضيف كما قلت لك زلافه ديال مرق اللحم، وكتخليه حتى كيعقد. حتى الاخر كتضيفي عليه واحد معلقه صغيره ديال لاصوص صوجا. وكتصفيه باش الا بقات شي حاجه من ديك المرق ديال اللحم، لان كما قلت لك انا كندير مرق اللحم. ومن بعد كتزيدي ديك خلط ديال لي جي دورونج، داك السيترو ديال عصير ديال الليمون. اييه، كتخليه هو ملي كتزيديه غادي اصلا تيكون معقد، كتجي ان صوص مزيونه. الوغ في الدغيساج كنعملوا الفيلي في الوسط، عفوا لي زونديف في الوسط. وكنحطو فوق منهم ديك الشرائح ديال الفيلي في الجناب فوق، شويه كناخذو من الطبسل وشويه من ديك لي زونديف. داك انا لسنا. وكنزوقو بديك لي شو دي بروكسل مع خيزو، بلا ما نديروهم سوطي لا في الزبده لا والو، نخليهم غير هكا. ونجيو لهاد لاصوص وكنخويها فوق ديك الخضيره في الجناب. على باش كتلذذ هذيك الخضيره. يعطيك الصحة، تبارك الله عليك. الله يديرو لي عمرك. انا غادي ندوزو ثاني لي نوكات. غادي تهزي طنجره نيكات، عرفتهم ديال الدجاج، كيتباعوا النيت في مع ديك مع الدجاج النيت. غادي نهزو طنجره، غنعملو اصلا الصدر شويه تيكون ناشف، ما تناكلوش بزاف. غنديرو في الطنجره، غنزيدو عليه واحد جوج ديال الضمه ديال البنه. فوالا، كنزيدو الكرافس، كنزيدو مثلا واحد البصله، خيزو، لوتا، وكنخليه كيطيب مدة 30 دقيقة. ومن بعد كنصفيه، وكنقرضو بحال اللي تنقرض المعدنوس، ماشي تنطحنو، غير جلوهاج، يعني كنقرضو رقيق.
ديك الكراده ديال القزبر ومعدنوس. ايه داكا هذا دو كوتي. غادي نوجد له واحد الكريمه. هاد الكريمه فيها تقريبا ربع ديال الحليب مع 25 غرام ديال النشا، كنخلطهم مزيان وكنديرهم فوق العافيه وتنبدا تنخلط حتى تتعقد هاد الكريمه، يعني النشا مع الحليب راه غيعقد. ايه فعلا كنخليها حتى تتعقد مزيان. انا غادي نهز مقله غندير فيها واحد شويه ديال الزيت ولا الزبده اللي بغا، وكنضيف ديك الدجاج اللي شلط، ديك الدجاج اللي قرطته بالكراده. ايه ايه كنديرو في ديك المقله وكنرش عليه شويه الملح وشويه البزار، وهنا ضروري كوري لان ديك اللوغو اللي تلقاو فيهم سي الكوري. إيه. كنخلط وكنزيد شويه من هاد لاصوص اللي وجدت، لاصوص ديال النشا مع الحليب. ايه واخا. وكنخلط وكنخلي ديك الدجاج يتشرب هاد لاصوص ديال اللي فيها النشا والحليب، فهي ندير واحد شويه المليحه وشويه الابزر، كنخليه كيتشرب. بعد كنزلها من فوق البوطه وكنخليه يرتاح، تنعملهم كويرات صغار كنديرهم في البيض، ومن بعد الشابليغ مخلط مع الكونفليكس مهرمش وكنقليهم في الزيت. حتى هادو كيبغيو وليدات وكيتباعوا يعني في الثمن، يعني غير بواطا فيها سته يعني كتباع بثمن طالع. غادي نعطيك لاصوص ديالهم. ايه ديك لاصوص اللي كتكون بون سي با لا ميم شوز ولكن ا بو بخي. الوغ فيها معلقه ديال الكيتشوب ومعلقه ديال الكونفيتور ديال المشماش، اولا يديروا ديك لا جيلي ديال الفرجل كونفيتور الفرجل لا جيلي ديك اللي جاري. واحد نص معلقه ديال الكوري، واحد جوج قرصات ديال سكينجبير غبره، شويه ديال الملح والابزر، ونقطه ديال تاباسكو عفوا صلصه الحاره. ايه صلصه الحاره. كنخلط مزيان. هاد لاصوص هي اللي كنقدم مع هاد لي نوكات. ايه صلصه مرافقه مرافقه. الله يعطيك الصحه اللي ما فكرتينا في الوليدات تبارك الله عليك يا ملك. نشكرك بزاف بزاف. شي حاجه ولا نخليو لغدا ان شاء الله. راه هذاك الاقتراح ديال كنظن ديال الشكلاط الحلوه ديال الشكلاط اللي كنت غاتعطينا ان شاء الله. الكيكه بالشكلاط والكراميل ان شاء الله حتى لغدا وناخذوها من عندك ان شاء الله. لا لا تحياتنا لك ملك. الله يطول عمرك. تحياتنا الملك المستمع الوفي جدا اللي دائما كتقدم لنا الجديد والمميز. نتمنى تجربوا هذه الاقتراحات وخاصه بالنسبه للوليدات، لانه كنعرفوا انه الاثمنه كتكون يعني طالعه، وخاصه بالنسبه للامهات لانه تبارك الله جوج ثلاثه ديال